والتي تشمل من ضمن الهيئات هيئة العدول بالمغرب. وعلى أشرف المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عبد ربي الحاج محمد القاسمي رئيس المجلس الجهوي للسنافية خريبكة. حضورنا اليوم وإضرابنا اليوم ووقفتنا اليوم تتعلق بالهموم المفروضة على الشعب من حيث القانون المنظم لنا 16-03. إن الشعب يعيش محن كبيرة، منها المدة الزمنية التي تكون فيها وثيقة العدلية موجودة، بحيث قد تصل في بعض الأحيان إلى مدة شهر، وهذا لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ولا يرقى إلى الرقمنة الموجودة حالا، ولا يرقى إلى السرعة، ولا يرقى إلى البساطة، ولا يرقى إلى تبسيط المساطر التي يدعو لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره، الذي يدعو إلى التعاون، إلى الكفاءة، إلى الجدية، إلى السرعة في العمل، إلى النزاهة، إلى الأخلاق، إلى السلوك. فدعوتنا الآن نحن ندعو إلى الاهتمام بالشعب المغربي، لأن بهذه المهنة له محن فيها كثيرة، وليس هناك تكافؤ فرص ما باقي المهن الأخرى. لهذا نحن نطالب بتخفيف اللفيف الذي يطالب به 12 شاهدا. فالظرفية الحالية المواطن المغربي لا يستطيع أن يجد 5 شهود بدل من 12 شاهدا، وذلك لظروف متعددة وأحوال يعلمها الله من حيث حالة الشعب المغربي. إذن فإضرابنا الآن لسنا مضربين عن الأتعاب، ولسنا مضربين عن ظروفنا، بل نحن مضربين عن ما يعيشه الشعب المغربي معنا في هذه المهنة، منها اللفيف 12 شاهدا. فالظرف أصبح متجاوز، وقد سبقت دراسة هذه المسألة لسنوات عدة، حيث الناس المكلفين بالتشريع بوزارة العدل قد استحسنوا 5 شهود، والكل موجود بالوزارة، إلا أنه الآن أقبر وأصبح من باب المحرم، وهذا ليس من باب المحرم، فالاجتهاد هذا اجتهاد شخصي، واجتهاد وفق ما يطمح إليه الشعب المغربي، وفق ما يدعو له صاحب الجلالة من حيث التيسير مع الشعب المغربي في جميع أحواله. بالإضافة إلى الخطاب، فمثلا العقار المحفظ يجب أن لا تبقى المدة كما هو عليها، بل يجب أن لا يتعدى مدة ساعات، بل يوم أو يومين، قضية الخطاب وقضية النصاح وقضية ما يجري به العمل حالا، فهو تقيل 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 على الشعب المغربي، بما تقريبا لا تحمد عقوبة فيما نعمل به. فيما يتعلق بالثنائية، فيما يتعلق بالثنائية من حيث نطالب بالفرضية من حيث العدول، فعدلان معا تجاوزها التاريخ وتجاوزها الوقت، بل عدل واحد كافي. وهناك الآن اجتهادات كبيرة، وهناك مستوى من دكتورة ومستوى من ماستر ومستوى من كذا، لهذا يجب لإعادة النظر في هذه المواضيع، ولا نبقى مرهونين بما جرى به العمل. هناك قوانين، هناك مطالب حقة، هناك مشاكل تهم الشعب المغربي بأكثر مما تهم السادة العدول، والسادة العدول من جسم المغرب. هذه هي دعوتنا، وهذه هي مصالحنا، وهذه هي مصالح الشعب المغربي نطالب بها. ونحن دائما نفترق بما منحنا الله به من مملكة علوية تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره، فنحن نطالبه ونعتز به ونفتخر به، لكونه هو الذي أعلم بما يجري حولنا، وهو الذي أعلم بما نستحقه وما يستحقه الشعب المغربي. وشكرا. رحيم خليفة السعدي، رئيس المجلس الجهوي للعدول السينافي الساط وعضو المكتب التنفيذي. هذه الوقفة اللي كينفذها المكتب التنفيذي كتجي بعدما أحس المكتب التنفيذي عدم جدية الوزارة في التجاوب مع مطالب السادة العدول المفصلية، وهي مطالب ترتكز إلى ما هو دستوري، إلى خطب صاحب الجلالة، إلى توصيات إصلاح منظومة العدالة، تتجلى في مجموعة من المطالب اللي كنطالبوا بها. نحن لا نطالب بشيء خارج ما هو طبيعي، وإنما نطالب على الأقل بالمساواة مع باقي مهن أخرى تمارس التوثيق، تشتغل في نفس الميدان. الوزارة أعلنت عن خطوط حمراء، نحن نرفض. أعلنت عن الخصوصية، نحن نعم للخصوصية لا لعدم التمييز، نعم للمساواة، نعم لسن قانون يرتكز إلى ما هو دستوري. هذا ما نطالب به.
وهذا ولهذا أقمنا هذه الوقفة، والأكيد أنه في حالة عدم تواصل الوزارة معنا أو استجابة لمطالبنا فستكون وقفات متتالية، وهذه بداية لمحطاتنا النضالية التي أعتقد أنها تأخرت شيئا ما. نحن عازمون ومصممون على ممارسة النضال حتى نحقق مطالبنا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عيدني رشيد، رئيس المجلس الجهوي للاستنافية مكناس. يعني بناء على المقرر ديال المجلس التنفيذي نخوض إضراب لمدة 16-17، ولكن هذا الإضراب جاء نظرا لأن الوزارة لم تتعامل مع ملفنا المطلبي بجدية، بحيث أننا منذ سنة 2010 والقانون 6-03 حبيس الرضاهات وزارة العدل. نحن في الهيئة الوطنية للعدول نطالب الوزارة بتفعيل وإخراج القانون المنظم لخطة العدالة، في حين أن الدستور 2011 جاء بمقررات المساواة بين المهن، فنجد أن مهنة خطة العدالة أصبحت لا تساير العصر، بحيث أن الوثيقة العدلية خلال مدة الإنجاز ديالها تستغرق مدة طويلة. أولا تلقي في المذكرة، ثم التحرير، ثم نبعث إلى السيد القاضي وتجلس عند القاضي واحد المدة ربما تتجاوز أسبوع يؤشر عليها، ومن بعد تأشيرة تخرج عند الناسخ. الناسخ من في القانون ديالو خصو يحتفظ بالوثيقة 15 يوم أو أسبوع. إذن فالوثيقة العدلية أصبحت بطيئة بحيث أنها لا تسير العصر، ونحن في وقت العولمة ووقت ما يسمى بالإلكتروني أو الرقمي، فنجد أن الوثيقة العدلية تمشي ببطء ثقيل. ثم أننا في خلال الحوار مع وزارة العدل وفي آخر جلوس معها بعد تقديم المشروع والملاحظات ديال السادة العدول أبت إلا أن يكون عندنا هناك خطوط حمراء لبعض المسائل. من بين هذه النقط التي تعتبرهم العدل وزارة العدل خطوط حمراء، أولا تلقي الفرضي، بحيث أننا ملزمون عند تلقي الشهادة أن يكون عدلان. يعني والمشكل هو أن المشكل الجنائي يتحمله عدل أو عدلان، رغم كون أن العدل الآخر عمل ويمكن أن يخطأ فالآخر يتحمل معه الخطأ.